دعوة الرسول، من هو الرسول؟ أنتوا اليوم إذا يسوع دعيكم شو مقومات دعوتكم؟ شو اللي بدل أنكم أنتوا فعلاً أبناء لهالدعوة؟ أنه بتستحقوها أو أنه عم بتعيشوها؟ أول وحدة بيقول القديس بولس إن كل هذه الأمور التي كانت لي ربحاً، كل اللي كان ربح لإله، حسبتها من أجل المسيح خسراناً. بلشوا بس فكروا قديه في أمور بالنسبة لإلنا هي ربح بالحياة، ما عم بحدد شو هي، عم بيقول كل الأمور يلي أنا بالنسبة لإلي ربح حسبتها من أجل المسيح خسارة. بليز اعملوا الربط، كل واحد بيناتكن عنده ربح لإله، بيعتبر أمور ربح بالحياة، كمان القديس بولس عنده إياهم اعتبرهم خسارة. بل إني أحسب، وهون بعد بأسية لكلمته، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسرانا، مش بس الربح، كل شيء، كل شيء بعتبره بهيدا الدنيا خسارة. بس مش عم بيقولهم بيأس، لأنه اليوم في ناس بيناتكم بيقولوا هذا الحكي بس بيقولوه بيأس، هو عم بيقوله بإيمان وبرجاء، إنه أنا عم بحسب كل شيء خسارة إذا الربح الأعظم. كلنا منحب نكون ربحانين، بس شو الربح اللي عم ننبش عليه؟ وهو شو هو الربح الأعظم بالنسبة للقديس بولس؟ هو معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل شيء وأحسبه نفاية، يعني بالعربي المشبرح زبالة، كل شيء خسرته بحياتي، ولك قراراته، مشروعه، مخططاته، أهدافه. منطقه للقديس بولس كان رايح، هو بده يدافع عن الإيمان الحق، بده يقتل، بده يدبح، بده يعمل المشروع اللي شايفه براسه، ومعه جنسيتين، رومانية والجنسية اليهودية، وزلم مسقف وعنده فلسفة ومحترم ومرجع. خسر كل شيء، خسر كل شيء من أجل المسيح، وصاروا هودي كلهم يلي هن شخصيته وحياته صاروا زبالة بالنسبة له، صاروا زبالة لكي أربح المسيح، لكي أعرف قوة قيامته. يعني كل هدفه يقدر يغوص أكتر بقوة هالقيامة يلي شافها بيسوع، وأشترك في آلامه متشبها به في موته عن كل شيء بهيدا الدنيا، لكي أبلغ القيامة من بين الأموات، تما يصير ميت مثله مثل كل هالناس على الأرض. قيامة يسوع من بين الأموات واضحة للقديس بولس أن منا قيامة بس بالجسد، هي قيامة الحياة من تحت التراب، هي إعادة الحياة على قلوب الناس يلي انعطى لها الحياة ودفنتها للحياة. فإذن أول شغلة عم بيقول القديس بولس بالقسم الأول من رسالته، عم بيقول أنا كشخص مدعو إلى اتباع المسيح بعتبر كل شيء بالنسبة لإلي خسارة، كل شيء بالنسبة لإلي زبالة قدام قيامة ربنا وقدام ألامه وقدام الحياة والحقيقة اللي عطيني إياها. فإذن ما فيك تكون رسول ليسوع إذا مش مؤمن، إذا مش عم بتنبش عن إنك تخسر كل شيء كرمال يسوع. مش تروح تخسرهم، ما لهم طعمة تخسرهم، بس هو لما تغوص بيسوع بتخسرهم، لما تتعمق بيسوع بتخسر كتير أمور. بتكون مفكر إنه الدنيا كلها بهالمطرح، سلام وراحة البال بهيدا المحل، بهالطريقة الحياة، بتكتشف يسوع، بتغوص فيه، بتقول هذا كله زبالة يا عم. في ناس ياريت بيقدروا ينقلوا اختباراتهم لكل العالم تيقولوا كيف بلحظة بهالدنيا، بلحظة بكيوا زرفوا دموع على عشرات السنين اللي قطعت بحياتهم، لأنه وما بيعرفوا ليه، بقلك ما بعرف ليه، بلحظة أنا وعم صلي أدركت المسيح، حسيت في شيء غير قلبي وروحي وفكري. شو هذا الشيء؟ مين بيعرفه إلا المؤمن يلي عم بنبش عن يسوع؟ ما حدا، ما حدا بيقدر يعرفه. ياريت نقدر نصلي. فإذن هيدي أول شغلة، أنا مدعو من قبل المسيح، كل واحد منا مدعو من قبل المسيح رسول ليسوع. أول شغلة بده ينبش إنه يحط كل إيمانه بيسوع، يكون عنده هيدي الثقة لدرجة إنه كل شيء باقي هو زبالة. تاني شغلة،
بيقول القديس بولس: لا أدعي أني قد حصلت على ذلك، ما بعتبر حالي أنه وصلت أو أني بلغت إلى الكمال. يعني إحنا بنشوف القديس بولس عم بيقول هذا الحكي، وشو نحن القديس بولس؟ بدنا 200 سنة دايما منستعمل هالكلمة. ذيك النهار أنا عم برشد أحد الأشخاص، قلت له تشبه بالمسيح، قال لي المسيح هو الله، ما في يكون الله. لشو إجا؟ لشو إجا المسيح إذا ما بنقدر نتشبه فيه؟ لشو قالنا كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل؟ لشو قالنا جربوا واعملوا واشتغلوا وغيروا طريقكم وتصرفوا بطريقة جديدة وفكروا بطريقة جديدة؟ لشو إذا نحن مثل ما خلقنا رح نضل؟ شو منبرر لحالنا بس تندل مطرحنا؟ بيقول ما وصلت بعد للكمال، لكني أسعى لعلي أدركه. اسمعوا هالكلمة، لعلي أدركه. يعني هو حاطط براسه أنه ممكن ما يوصل له هون على الأرض، بس شو بيقول؟ لأن المسيح أدركني. هو متكل على الإيمان أنه يسوع إجا اتحد فيه، هو بيعمل هالمسيرة. يمكن يوصل يتحد فيه هون 100%، يمكن لا، بس نطمن باله أنه المسيح وصل له، نطمن باله أنه المسيح عنده بقلبه بروحه. قد ايه بده يكون عندنا ايمان قوي لنوثق انه يسوع عندنا، بعد بس بدنا نمشي نحن هذا الطريق معه. بيقول: ايها الاخوه، انا لا اظن اني ادركت، ما بعتبر حالي وصلت، ولكن يهمني امر واحد، امر واحد، وهيدا الرجاء وهيدا الايمان وهيدا الحياه، ان انسى ما ورائي. خلصنا من كل الماضي تبعي. وشو عم تحكوا مربولوس؟ تاريخ. أن أنسى ما ورائك، أن من وجد، كأنه سنين حياته كلها من وجدت، وأمتد إلى ما أمامي. فإذا هو ما وصل للكمال وما بهمه الموضوع، بهمه أنه يسوع إجا لعنده، وبهمه أنه يكفي الطريق مع يسوع. شو بدي بالماضي؟ شو بدي بورا؟ تذكروا يا جماعة، كل مرة بقولكم هذا الحكي، قديش عايشين بالماضي مرات؟ قديش مندل نبرر حالنا بالماضي؟ اللي أنا عشته ما حدا عايشه، الألم اللي أنا عم بتألمه، المرض اللي مرقت فيه أمي وبي، التهجير، النقل، تنقيل البيوت، ما عنا، تخانقوا على الورتي، ما طلعوا علينا ورتي، وكل هالقصص اللي منخلقها بحياتنا تنبرر حالنا، من دل عايشين لورا. عم بيقول بولس: يا خيي ما رح تصير كامل، إيه بس بك تمشي لقدام. بس ما بيقول ما رح تصير كامل، بيقول يمكن لعل نصير، بس حسب كلمة الله، حسب كلمة يسوع قادرين نصير. فإذا النقطتين هني رح أختصرهم على السريع. أول وحدة بعتبر كل شيء خسران من أجل يسوع، يعني عندي إيمان وثقة أنه هو كل شيء. وتاني وحدة هي أني بسعى وبجتهد حتى لو بعد ما وصلت أو من إيشا أني رح أوصل. هل أنتم مؤمنين؟ منن هينين، منن هينين، بس هذا كلام القديسين، هودي كلمات القديسين. رح سهلكن ياها، رح ناخد هالمشهدية اللي شفناها ونحطها بمحل ونجرب نحرك مخيلتنا لنستوعب شو اللي حكيناه مع مربولوس وشو اللي عم نجرب نوصله. سامعين بسيف البحر؟ سامعين بمسرحية صيف 840 للرحابنة؟ سيف البحر هو رح يخبرنا عن اللي قلت لكم اياه هلا. معلش بنستعين بكل الاشخاص. شوفي عنا صيف 1840، هي مسرحيه غنائيه تاريخيه ثورجيه، فيها ثوره رحبانيه للرحابنه، بتحكي عن الايمان بالحريه والاستقلال، بتحكي عن الايمان بوحده الشعب، بتحكي عن الايمان بانه قادرين نقاوم الشر وننتصر ضد الاحتلال والطغيان والأعداء والفساد. بيجتمعوا مشايخ العامية بسمون، يعني عامة الشعب، المشايخ تبع العيال الكبيرة اللي بعض عنا منهم لليوم، وبيعلنوا الثورة على الأتراك، وبيهجموا على زلمة الأتراك يلي هن محتلين بلدهم، وعلى رأسهم اليوز باشي يلي سامع المسرحية وبيعرفه، ليوز باشي يلي هو فاسد وقاتل وناهب، كله باسم العدو يلي عم بيحتل بلدهم. قائد الثورة هو سيف البحر، هو
قائد الثورة، وبيتعرف على بنت اسمها ميرا وبحبها، وهيدي البنت اللي اسمها ميرا هي بنته ليوز باشي يلي عاملين الثورة ضده. بيخلق قصة حب كتير حلوة وبيخلق عاطفة، يعني هيدي البنت ميرا بتتعاطف مع الثوار، بتقول معهم حق لأنه مظلومين. المهم في بيناتهم كمان بيمرق كتير شخصيات، بيناتهم أبو الياس. أبو الياس هذا واحد بيمشي مع الماشي، بيوصل المحتل بيضرب له تحية، بيوصل الثوار بيضرب لهم تحية، بحارب مع الثوار، بحارب مع المحتل، بياخد سلاح منهم، ببيعهم، بتاجر. هيدا موجود وين ما كان، والسائر موجود وين ما كان، واليوز باشي موجود وين ما كان، والعدو المحتل موجود. قصة تتكرر حتى نهاية الدنيا. يمكن سيف البحر بيلفت لي نظري بالمسرحية شغلتين. أول شغلة إنه بيأمن بالحرية لدرجة مستعد يقدم دم ويموت كرمالها، يعني مستعد يخسر كل شيء كرمال الحرية. منشان هيك بآخر المسرحية ميرا هيدي البنت يلي حبها بتقول له ما فيك تدل عم بتقاوم، لأنه بيقاومه محتل بيجي واحد تاني، بيقاومه محتل بيجي واحد غيره. آخر شيء الشعب بصير يتأقلم معه، بصير يقول له خلص بدنا ندلع من سور، ما إجا هذا هلأ عم يحتلونا، هودي منيح منمشي معهم، كانوا محتليننا قبل هوديك. قال لهم لا، بدنا ندل نقاوم حتى يظهروا كل المحتلين مش واحد. هذا إيمانه بالحرية، ما قبل إنه أوكي حربنا ها ومات شهداء ومات كذا، منرجع خلص منرضى باللي موجود. ما قبل. مين بيرفض هذا الشيء؟ الحب. بتقول له ميرا، بتقول له أنا بدك دل مركدني وراك بهالحروب اللي عم تعملها، أنا ما بدي. بقول له بدك تفلي؟ بتقول له إيه، وإنتو بدون يفلوا كلهم الثوار اللي معه. بقول لهم أنا رح أحمل الراية لوحدي، ودل سائر وبيمسك الراية وبينقتل بآخر المسرحية، بيمسكها لحاله. أول شغلة لفتت لنظري إنه إيمانه بالحرية خلاه يحسب كل شيء خسارة، ما بهمه لك حتى حب حياته، ما بده منا تكون متعاطفة مع الثوار، بده يكون منا مؤمنة، مؤمنة. من هيك نحن بعلاقتنا مع يسوع المسيح ما بدنا ناس متعاطفين مع منطق يسوع، ما بدنا ناس متعاطفين مع تعاليم يسوع، حنان وعاطفة، بدنا ناس مؤمنين حتى الموت بتعاليم يسوع، لأنه الحقيقة، لأن الحقيقة. فإذا هذه أول نقطة خبرتكم عنها، أعد كل شيء خسرانا من أجل ما أؤمن به. تاني شغلة لفتت لنظري بسيف البحر إنه بيقلن لما بيكونوا عم بشارعوه، بيقولوا له خلص خلينا نوقف رح ندل نحارب من واحد لواحد، بيقلن لا، نحن لازم نبلش وغيرنا بكفي. فإذا تاني نقطة إنه الزلمة منه شايف الانتصار، لم يدرك الانتصار، ما وصل للشيء اللي عم بيحلم فيه، لم يصل إلى الكمال يلي عم يحكي عنه القديس بولس. ولكن هالإيمان القوي بهالشيء اللي عم بجرب يسعاله وبيعتبره حقيقة على الأرض، قرر يخسر كل شيء، رفقاته وحب حياته، ويخسر حتى هو ويموت، وتبقى القضية ماشية ومش لإله، وما رح يشوف الانتصار، ولكنه مؤمن بالحقيقة يلي بدها تكفي من جيل إلى جيل. طب أنا سؤال اللي بسأله، يا ترى يا جماعة معقول نحن ناخد قرار نوقف نجاهد بإيماننا وبحبنا ليسوع، نوقف نتغير ونشتغل على حالنا ونحب أكتر بس لأنه في شر بالعالم، بس لأنه مش كل الناس ماشيين معنا، أو لأنه جربنا وإجا احتلال تاني على قلبنا، وجربنا وإجا احتلال تالت ورابع، فقلنا خلص خلينا نتأقلم مع واحد من هالاحتلالات ونمشي معه. كم محتل في بقلوبكم وبفكركم؟ كم محتل بفل بيجي غيره؟ قدي مرات منقول نحن خلص أدركنا المسيح، أنا أعشق يسوع، خلص وصلت. شوي فتاش صغيرة، شغل صغيرة بتصير بحياتي، برجع بنزل تحت الأرض وبقول يا عمي هذا مش أنا، شو صار فيي؟
رحت ضعت، تركت، خليت عن أعز الناس، خنت، سكرت، تجرت، حاربت، قتلت، ما بعرف شو صار معي. وأنا شو؟ ابن يسوع. شو بقول؟ خلص بمشي مع الناس كلها. شو بدها العامية؟ شو بدهم كل الناس؟ مين محتلنا؟ المال، السلطة، الشهوة. يلا ما كل الناس هيك. شو وقفت علي؟ بمشي مع كل الناس، بصير أنا كمان قبلان إني أمشي وآخذ وأعطي مع الشر بهالدنيا. وبذات الوقت عم بقول لازم شي يتغير، لازم نعمل شي، مش مقبول الوضع مثل ما هو. وبرجع مثل أبو الياس، باخد منها وباخد منها وبمشي مع الشهرة وبزبطها مع الشهوة، وبس يكون في مال بتشط رايلتي، بنسى مبادئي وأخلاقي. كم مرة نحن مرات إذا سرقنا حدا أو تضحكنا عليه منعتبر حالنا أذكياء، منقول إيه هو ما انتبه، صار منقول الحق عليه غبي، الحق عليه بسيط، الحق عليه ما قلبه طيب، الحق عليه، الحق عليك، الحق عليك. ما في قلب طيب بهالدنيا، بدكم توقفوا على إجريكم. شو هالمنطق إيه؟ لك عم ننتش بعضنا مثل الذئاب، لأنه نحن عم نرضخ للاحتلال، لاحتلال الشر لقلوبنا، عم نرضخ لإله. من هيك نحن منا رسل ليسوع المسيح، ولا عم نحمل رايته، ولا فرقانة معنا إذا مننقلها للجيل يلي من بعدنا، مع أنه عرفوا أنه في ناس استشهدت، في ناس ضحت، في ناس قدمت دم، في قديسين انقتلوا باسم الحب تينقلوه، باسم يسوع تينقلوه، مش حتى ينكتبوا اخبار بقصص. مش هذا كان هدفهم. القديس يلي بقلب السجن اخذ مطرح بي لاولاد لانه بده يعدم، تهو يعدم مطرحه. هذا ما كان فرقانه معه يعملوا بس سيلر بوك لإله ينباع بالسوق. هذا كان عم بحب وعم بيقول، مش انه قال ما شو ما هي زيت انه بدها تفرق واحد بدهم يقتلوني، قال ما بكره يمكن يرجعوا يقتلوه. مش هي المنطق، بده ينبنى المنطق الثاني بالجهاد على المنطق الاول يلي خبرتكم عنه. هل اؤمن ام لا اؤمن؟ هل بوثق بيسوع؟ هل كل شيء زباله بالنسبه لإلي قدام يسوع؟ ايه، فاذا بجاهد ولو ما وصلت للانتصار بنقل الايمان للي من بعده، بنقله وبموت أنا وعم جاهد، بس يمكن ما أنا أشوف النتيجة. بحب كتير هالجملة لدون بوسكو، القديس بوسكو بيقول الله لا يكافئ النتائج. مش ناطرك لتعطيه نتيجة، مش ناطرك تصير كامل ليكافئك، الله يكافئ الجهود. احفظوها هيدي، بكافئ جهودكم. جربوا، ما توقفوا تجربوا. لك ايه الدنيا بتقرف، في محلات الشر بيهلكنا الشر، بس بدنا نكفي، بدنا نكفي. ليه؟ لأننا نؤمن بيسوع المسيح. مينك انت اذا ما توس، اذا ما قبلت هذا المبدأ وحاربت فيه للآخر؟ مش عم بحكي عن الجهاد والقتل والحرب، عم بحكي عن حالكم. ما أصعب جهاد تجاه حالكم. مين بتكونوا إذا ما حاولتوا؟ ومين بتكونوا إذا استسلمتوا؟ يا جماعة اليوم بقلكم كونوا سيف البحر، كونوا سيف البحر، عملوا ثورة على الشر يلي فيكم، وعرفوا إنه كل شيء زبالة قدام يسوع المسيح يلي بتأمنوا فيه. وإذا عن جد كل شيء زبالة قدام يسوع، عيشوا للآخر حتى ولو عم بتعيشوا لحالكم. لو وصلتوا لمرحلة مفكرين انه بس انتوا عم بتعيشوه، ما عليه، دلوا حاملين راية الثورة، لانه هيك بننقل الحب والحقيقة والاخلاق من جيل الى جيل. نيح؟ لمعت ابواء الثورة سكن الحق دلنا. حاضرين المسرحية؟